الحوت الأزرق يظهر لأول مرة بمنطقة خليج العقبة في مياه البحر الأحمر. الظاهرة البيئية الفريدة من نوعها دفعت فرق الرصد في محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء لمتابعة عزل الحوت المقدم من القرادة وتصويره وتقطعه. رجح الخبراء سبب وصوله هناك إلى كونه قد ضل طريقه أثناء محاولة الوصول إلى مناطق باردة شمالا. ويعتبر الحوت الأزرق من أكثر الثدييات البحرية الموجودة في البحار والمحيطات، كما أنه أكبر كائن على وجه الأرض وينتشر انتشارا واسعا في معظم المحيطات والبحار.